شيخنا علاء يسأل، هو يصلي في مجمع سكني وقد خصصوا حجرة أو صالة للصلاة، هل تعامل معاملة المسجد بسنية تحية المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا خصص مكان معين للصلاة وأصبح يطلق عليه أنه مصلى، فقد اختلف العلماء في حكمه، والذي يترجح أنه يأخذ أحكام المسجد كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل المصلي أن تجعل المساجد في البيوت وأن تطيب. والمساجد ليست العبرة بمادتها وبنائها، بل العبرة بفضلها، وهو ما يؤدى فيها من القرب، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: ومسجد البدو وإن تخولف هل كسواه حرما وشرفا، لم ينف ذاك كونه بيت العلي، وعد للصلاة والتبتل، وذا هو الوجه الذي منه اكتسب، الآخر وما اكتسب لا من الخشب. ففضل المسجد إنما هو بما يقام فيه من العبادات والقربات، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ويكفيه شرفا أن الله أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلذلك هذه الأماكن المخصصة الصلاة تعتبر مصليات تحيا، ولا يقام فيها ما لا يجوز، لا يفعل فيها ما لا يجوز.